الفان تايم، بيجيلكوا الصورة كده بالظبط، يقولكوا ايه ده، هتقولي ده اتوبك درماتيتس انفانتايل فين، ده بتبقى من سنة من شهرين لسنتين. ايه المكان اللي بيجي فيه؟ بيجي في التشيت. بس انت لو ملاحظين حوالين النوز وحوالين الموز فري، فبنقولك نوز بيرنج، البيري نيزل والبيري اورال ايري. طب شكله بتيجي في اكيوت او سب اكيوت اكز. الاكيوت هتيجي زي ما انتم شايفين كده الرسيمة، ويبقى فيها فيزيكال، والفيزيكال دي تبدأ تقوز شوية، او تيجي في صورة سب اكيوت. هنا في كراست، تمام، يبقى ده الاثنين اتوبيك. اتوبيك درماتايتس، لو كتبت اتوبيك درماتايتس بس تاخد الضرب. انفانتايل فين؟ اول صور دي كانت في صورة اكيوت اكز، عبارة عن الرسيمة وفيها فيزيكال، وديت سب اكيوت فيها كراست. طيب تاني فيز اللي هو التشايلد هود، دي بتبدأ من سنتين لاتناشر سنة. ايه الاماكن؟ بتيجي في الانتيكيوبيتال الفصة، وفي البوبليتيا الفصة، وفي النك. طب شكلها بتيجي بسب اكيوت وكرونيك اكس، ماشي. احنا شايفين هنا اهوت في الكيوبيتال، في الانتيكيوبيتال الفصة، وفيها اتشي. هي اصلا بيجي البرزنتيشن بتاعها بيتشي، شايفين هنا برضك ده طفل، وده في ورا في البوبليتيال، وده من كتر الغرش وعليها كراست وبدا يحصل لايكنيفيكيشن. اه ده كروم. فانت هتقول ان ده ايه؟ اتوبيك درماتايتس تشايلد هود فين؟ ده نفس الحكايه ده كده، وكل الكراست ده مكان الاتش. فاضل بقى القضل. في كمان يا دكاترة اللي هو الصاب اكيو ده، بتيجي مثال ليها النابكن درماتايت، هو في مكان النابكن البامبرز، ففي بيتعرض للستول واليور، فده ايريتانت للسكين، فيدخل في نابكن درماتايت، هيجي بإريسيما وعليها فيزيكال، وبعد كده يحصل كراستير. ودي لازم تفرقوها من نابكن كانديبييز. الفولد هنا فري، لكن في النابكن كانديبييز الفولد ما كانش فري، وكمان في النابكن كانديديزس الارسيمه بتبقى جامده قوي وفيها ساتلايت عشان ممكن تجي لكم الصورتين. اخر واحده اللي هي الكرونيك. الكرونيك زي مين؟ زي ايدز بتاعت البيوت، ان هم كل شويه بيتعرضوا للمساحيق. كونتاكت ايرت ده من القعده بتاعت الحمام، او ان هو يكون مثلا في كلور، او في ناس بتبقى عندها هوس نظافه كده بيمسحوا القعده بتاعت الحمام بكلور. فبيجي له بقى الطفل بيجي بالمنظر ده كده، وتلاقيها مرسومه بالظبط بقعدة الحمام. سأل امه تقول لها انت كنت بتمسحي بكلور او بمنظفات كتير؟ يقول لك اه. ده بقى اللي هي ايه؟ ستات البيور اللي بنسميها ده كرونيك، بتبقى عباره عن ارسيمه وسكين. ده نفس الحكايه ده كده. شايفين دي اللي هي المفروض اللي هي النابكن درماتايت، بس هي الفولد هنا مش باين، المفروض بتبقى في صور اوضح من كده الفولد باين عشان يفرقوا لنا من الكانديديز. الصوره دي مش جايه، ولو جت هتكتبوها كانديديز عشان الرسيمه بتاعتها جامده. بص يا دكاتره، تاني نوع اللي هو الالرجي. الالرجيك ده واحد مثلا بيجيلك لابسه شراب او حزام على رجليه مرسوم اهو، هنا كانت لابسه جوانت، شايفين الجوانت مرسوم بالظبط، بدا يظهر في الفيس. قلنا ان هي ممكن تظهر في مكان بعيد عن المكان اللي هي فيه كونتاكت، عشان ده عباره عن هايبر سنسيتيفيتي ريأكشن. ده بقى تكون لابس حاجه والحاجه ديت عامله له كونتاكت، ده الرجي. شايفين هنا السلسلة معلمة بالظبط مكانها، مكان التاتو او الحنة اللي كانت رسماها مرسومة بالظبط. هي انتوا بتعرفوا ان هي كونتاكت الرجيك من كده، هو مانيفستيشن مش مهم الضفر، احنا اصلا ما بنردكوش ضفر خالص يا دكتور.
يبقى احنا خدنا تاني نوع